الثامنة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. الجيش السوري وحلفاؤه يستعيدون قلعة تدمر ويسيطرون على مركز المدينة ناريا وسط انهيار في صفوف داعش. قائد القوات الأمريكية في العراق يتوقع انهيارا مفاجئا لداعش ويتوعد بملاحقة التنظيم بعد سقوط عاصمتيه. والجزائر تعلن إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان. البرلمان الصومالي يمنح رئيس الحكومة الثقة بأغلبية ساحقة. أهلا بكم. استعاد الجيش السوري وحلفاؤه قلعة تدمر غرب المدينة وفرضوا سيطرة بالنار على المدينة، وكانت مراسلة الميادين قد أفادت بأن الجيش استعاد السيطرة على مثلث تدمر الاستراتيجي. الطائرات الحربية السورية كانت قد كثفت غاراتها على تجمعات داعش في الريف الغربي لمدينة تدمر، ولا سيما في جبل الطار ومحيط تدمر. وفي ريف الرقة الغربي ترتفع حدة المعارك مع شن تنظيم داعش هجمات متكررة على مواقع قوات سوريا الديمقراطية، فيما تقترب هذه القوات من آخر معاقل التنظيم في المنطقة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير لهبة الله بتار. باتجاه سد الفرات ومدينة الطبقة تمضي قوات سوريا الديمقراطية. في ريف الرقة الغربي ترتفع حدة المعارك، وتنظيم داعش يستشرس في الدفاع عن آخر معاقله في المنطقة. بدعم من التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، استطاعت قوات سوريا الديمقراطية طرد عناصر داعش من عشرات القرى والمزارع في ريف الرقة الغربي. هجمات متكررة ينفذها تنظيم داعش على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في قريتي سويدية كبير وسويدية صغير. هاتان القريتان هما آخر النقاط قبل سد الفرات والطبقة، وهدف داعش إعاقة تقدم القوات باتجاه السد الذي يتخذ منه معقلا. احنا على بسويدية كبيرة والحمد لله احنا متقدمين، ان شاء الله من هين كم يوم نحرر الطبقة ورقة ودير الزور كمان. المعارك مع داعش في قرية سويدية كبير ليست صعبة نسبيا كما يصفها مقاتل قوات سوريا الديمقراطية، ولا سيما مع الغطاء الجوي الكثيف لطائرات التحالف الأمريكي، لكن الخطورة تكمن في الألغام التي زرعها عناصر التنظيم في مناطق وجود المدنيين. إنه كل ما بيطلعوا من مثلا من فردة من ديعة، يعني بيلغموا ديعة وبيطلعوا مشان المدني بدروا مشان يموتوا، يعني بدر البني آدم أكثر وأكثر. يستغل عناصر تنظيم داعش حساسية موقع سد الفرات وصعوبة استهدافه بالغارات الجوية، وهو ما فرض على القوات الأمريكية المرافقة لحملة غضب الفرات إيجاد تكتيكات عسكرية للوصول إلى السد دون إلحاق الضرر به. فطرد داعش من السد يعني إنهاء وجوده في كامل الريف الغربي والشمالي الغربي للرقة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف أنه لا يمكن السماح بانضمام المتطرفين إلى عملية تفاوض بشأن سوريا. وفي مؤتمر صحفي بعد لقائه نظيره وزير خارجية النيجر في موسكو، قال لافراف أن بلاده تأمل ألا تفشل صيغة جنيف للتفاوض وأن تواصل أداء دور مهم في تقدم التسوية السورية مثل صيغة أستانا. وأمل وزير الخارجية الروسي أن تطور دمشق الحوار مع جيرانها في المنطقة. المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا أعلن عن جولة مفاوضات جديدة في أستانا في 14 من أذار مارس المقبل. وفي جنيف تتواصل اللقاءات في إطار المحادثات السورية السورية. مراسلنا أفاد بانعقاد جلسة ثنائية في مقر الأمم المتحدة بين الفريق الأممي ووفد منصة الرياض. وقد أعلن رئيس الوفد أنه بحث مع ديمستورا الانتقال السياسي والقضايا ذات الصلة للمرة الأولى، مشيرا إلى أن ذلك يمثل بداية جيدة. من السيد ستيفان أن هناك كان وبسبب الضغط الروسي، وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية، قبول لتناول القضايا المطروحة في القرار 2254، وطبعا يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه هو السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى الموجودة في هذا القرار أو حتى اللي غير موجودة في هذا القرار.
توقع قائد القوات الأمريكية في العراق ستيفن تاونسند انهيارا مفاجئا في صفوف داعش بسبب تراجع معنوياته، لافتا إلى أن بعض مسلحيه سيختارون الهرب والبعض الآخر سيقاتل حتى الموت. تاونسند أشار إلى أن واشنطن ستمضي في ملاحقة داعش وفي اقتلاعه من المنطقة بعد سقوط عاصمتيه على حد تعبيره. من جهة أخرى قال تاونسند أن قواته لم تتلقى أي تعليمات لتنفيذ إقامة مناطق آمنة في سوريا، وكشف أن المقاتلين الكرد سيشاركون في معركة الرقة، وأكد أن مقاتلات سورية وروسية قصفت قرى قرب مدينة الباب وتنتشر فيها قوات حليفة لواشنطن. إلى العراق، حيث قطعت القوات العراقية الطريق الغربية من الموصل إلى بلدة تلعفر وباتت على بعد كيلومتر واحد من المدخل الشمالي الغربي للموصل. وتواصل القوات العراقية حرب الشوارع ضد مسلحي داعش في حيي وادي حجر والشهداء في الساحل الأيمن للموصل. في هذه الأثناء واكبت الميادين تقدم القوات العراقية في حيي الغزلان والشهداء في الساحل الأيمن للموصل، ورصدت استهداف داعش للمدنيين بالقذائف والسيارات المفخخة. عبد الله بدران. باشرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية في عمليات استعادة الأحياء التي تقع ما بين الشهداء ووادي حجر. حرب شوارع تخوضها القوات العراقية في هذه الأثناء. فشل داعش حتى هذه اللحظة في أن يحرك أو يدفع السيارات المفخخة باتجاه القوات العراقية بأسباب تتصل بتكتيكها الذي تعتمده، وهو إنشاء سواتر بين أحياء وأزقة الموصل. القوات العراقية باشرت عملية إخلاء العائلات من أحياء الشهداء والغزلاني ووادي حجر، وهي ذات الأحياء المستهدف تحريرها وذات الأحياء التي تؤمن اندفاعها للقوات العراقية باتجاه المجمع الحكومي في الدواسة. الاشتباكات مستمرة ومواكبة طيران الجيش مستمرة وضربات جوية طاولت مخزن داعش وسلاحه في وادي حجر من قبل الطيران العراقي. يمكن أيضا أن نرصد حركة العائلات والمدنيين مع قوات جهاز مكافحة الإرهاب عندما يتم إخلاءهم ونقلهم باتجاه المواقع الآمنة. هاي كلها المتعرقلات اللي حاطينها فتحناها كلها والحمد لله وشكر. وانت تشوف هسه هاي حي الطيران شلون حررناها كلها بالكامل، حررناها كلها بالكامل، هاي العوائل وهاي الحمد لله وشكر هسه طريق آمن وماكو ايش. حركة الدرع العراقي ومغاوير النخبة بين أزقة الموصل لفتح أكثر من زقاق وفتح أكثر من منفذ. سقوط قذيفة هاون من قبل مسلحي داعش في استهداف العائلات التي تحاول الخروج باتجاه القوات العراقية ومحاولة الهروب من مواقع تواجد مسلح التنظيم. قذيفة مورتر في هذه الأثناء تستهدف حركة المدنيين والعائلات من قبل مسلحي داعش. من حي الطيران، عبد الله بدران، الميادين. في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي للميادين أن الحسم في معركة الموصل بات قريبا جدا، وأشار لمراسلنا إلى أن القوات العراقية بقدر التزامها قواعد الاشتباك في قتالها في الموصل فهي ملتزمة الجانب الإنساني والمحافظة على الأموال العامة والخاصة وأيضا حقوق الإنسان. وضع الميدان هو يتحدث انتصارات متلاحقة، معنويات عالية، هزيمة لداعش واضحة، وإن شاء الله أيام الحسم قريبة جدا. والجانب الإنساني في الخطة؟ بالتأكيد بمستوى الالتزام بقواعد الاشتباك والقتال وتحرير الأرض هناك تأكيدات على الجانب الإنساني والمحافظة على الأموال العامة والخاصة وحقوق الإنسان. اتفق رئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على تحسين العلاقات بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب. وفي لقاء على هامش قمة للتعاون الاقتصادي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، قال روحاني إن محاربة الإرهاب هدف أساسي في مواجهة قضايا المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده تؤكد على وحدة دول المنطقة وترفض انتهاك سيادة أراضيها وخاصة سوريا والعراق. استشهد شاب فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه جنوب مدينة الخليل. وسائل إعلام إسرائيلية زعمت أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن،
وفي شمال مدينة رام الله أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين معظمهم طلاب في جامعة بيرزيت جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم بعد مشاركتهم في تظاهرات احتجاج على اعتقال 6 من زملائهم. فاصل قصير نتابع بعده هذه النشرة. من جديد أهلا بكم. حدد رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة تشكيلة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه، وذلك في مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية. وقد تضمنت التشكيلة أسماء شخصيات لها تاريخ حافل في مجال النضال لحماية حقوق الإنسان. الخطوة تأتي تتويجا للإصلاحات والارتقاء بحقوق الإنسان في البلاد. أسامة عبد النور. أشواط كبيرة قطعتها الجزائر لتحسين وضع حقوق الإنسان فيها والارتقاء بها إلى المعايير الدولية، آخرها تعيين مجلس وطني دستوري مع رئيس منتخب بدلا من الهيئة الاستشارية التي كانت ترفع مقترحات على شكل تقارير إلى رئيس بوتفليقة. الخطوة شاءت استكمالا للإصلاحات التي باشرتها البلاد منذ نيسان أبريل عام 2011. الجزائر ستكون في الريادة في مكافحة خروقات حقوق الإنسان وفي احترام حقوق الإنسان، وهذا يتبين في المواد المتواجدة في الدستور الجديد، وهذا يبين حقيقة الإرادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية لترقية حقوق الإنسان في الجزائر. ملفات معقدة تنتظر المجلس الجديد للفصل فيها، أبرزها ملف المفقودين في الأزمة الأمنية الأخيرة وملف النازحين الأفارقة، معضلة أسالت حبرا في تقارير دولية يصفها مراقبون بالمسيسة. مع المجلس أنا أعتقد أن ملف المهاجرين سيكون من الملفات الأساسية ومن الملفات الأخرى. الجزائر قدمت فيها أجوبة على غرار المصالحة الوطنية. هناك من يطالب بسقف أكثر، وهناك من يقول أنه الملف هذا هو الشيء اللي موجود فيه. أنا أعتقد أنه بالمرحلة السابقة والمرحلة الحالية حققنا أشواط. تقع على عاتق التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤولية كبيرة في استقطاب الجمعيات الحقوقية المعتمدة وغير المعتمدة في البلاد، خطوة تعكسها دعوة الجزائر لمراقبين دوليين في الانتخابات المقبلة. هذه الآلية التي أنشأها رئيس الجمهورية تعد مكسبا يضاف إلى المكاسب التي كانت موجودة، فترقية حقوق الإنسان في الجزائر بدأ معها فجر جديد. الجزائر التي طردت الاستعمار الفرنسي تملك رصيدا من حقوق الإنسان يعود إلى دولة الأمير عبد القادر الجزائري، أول مشرع للمساواة والتعايش السلمي بين الناس. كان ملف حقوق الإنسان في الجزائر لفترة طويلة ورقة ضغط تساق ضد البلاد، ولا سيما بعد العشرية السوداء والحرب على الإرهاب، لكن الانتقال من هيئة استشارية إلى مجلس وطني دستوري موسع من الواضح أنه سيقطع الطريق على من يستغل ملف المفقودين والنازحين الأفارقة. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. وعن المجلس الجديد لحقوق الإنسان معنا من العاصمة الجزائرية عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري والحائزة أيضا على جائزة الأمم المتحدة للمجتمع المدني السيدة سعيدة بن حبالس، أهلا وسهلا بك معنا. مساء الخير. سيدتي الكريمة، إذا أمكن أن تحدثينا بداية للتعريف يعني عن هذا المجلس، حدثينا عن مهامه، كيف ستطبق هذه المهام، هل هناك آلية جديدة، وبماذا يختلف عن الهيئة السابقة؟ هو في الحقيقة لابد التركيز على أن إنشاء هذه الهيئة الجديدة هو داخل في إطار الإصلاحات اللي بشر بها السيد رئيس الجمهورية منذ انتخابه. الإصلاحات في جميع المجالات، وهدفها هو بناء دولة القانون في الجزائر، ولا يمكن أن نتحدث عن دولة القانون في غياب احترام حقوق الإنسان.
يعني الجزائر تقدمت تدريجيا، كان عندنا مرصد وطني لحقوق الإنسان ثم جاءت هيئة استشارية، والآن لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يدفتر تجي من خلال يعني الإصلاحات ومن خلال تعديل الدستور الأخير في مادة نص في الدستور على ضرورة إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان. حينئذ أصبح مكسب دستوري وهذا هو الجديد. والشيء المهم أيضا لابد التركيز عليه أنه يمثل يعني موجود فيه الممثلين يمثلون مختلف شرائح المجتمع بما فيها المنتخبين في مجلس الأمة والبرلمان بغرفتين، المجتمع المدني، النشيطين في حقوق المرأة، حقوق الطفل، الحقوق يعني حقوق الإنسان بمفهومها الواسع، فيه قضاة، وفيه أيضا الـ يعني الـ بالنسبة للسياسة يعني بالنسبة للوضع الإنساني هو الهلال الأحمر الجزائري اللي يعني دوره باش يحافظ على الحق الإنساني. جميل. طيب انطلاقا من هذا الكلام، إذا أمكن سيدة سعيدة أن تحدثينا عن صلاحيات هذا المجلس، أين يمكن أن تتوقف؟ يعني أتحدث هنا تحديدا عن مدى فعاليته ستكون لهذا المجلس، ولماذا تخذ القرار الآن؟ هل هو رد على ربما كثرة الانتقادات التي كانت توجه مؤخرا للجزائر في مجال حقوق الإنسان؟ لا أبدا، هذه داخلة في برنامج رئيس الجمهورية، هذه يعني برنامج وهدف فطره رئيس الجمهورية منذ وصوله إلى الحكم، بناء دولة قانون ماشي حتى على تحت ضغط. ونفتح قوسين بالنسبة للتقارير، الجزائر قاعدة تدفع في يعني ثمن مواقفها السياسية، الجزائر متمسكة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، موقفها صحيح. مع فلسطين، موقفها مع الصحراء الغربية، موقفها مع يعني المبدأ الأساسي عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى، احترام سيادة الدول، يعني حل المشاكل عن طريق المصالحة والحوار، رفض التدخل العسكري، كل هذه المواقف جعلت أصبحت الجزائر مستهدفة. وأقول لكم بكل صراحة فرق كبير بين الواقع اللي نعيشه في الجزائر وما يورد في هذه التقارير. بالنسبة لنا هذه التقارير لا مصداقية لها لأنها مسيسة، ويعني الإنسان ما يلزمش يكون محلل سياسي كبير باش يستنتج هذا. لذا أن التقارير هذه ماهيش مرجع. أنا أقول لكم أكد في مناظرة منذ سنوات أن وصلنا تدريجيا، والسيد الرئيس من الأهداف الأساسية في برنامجه إصلاحات في المجال الاقتصادي السياسي الاجتماعي، إصلاحات في العدالة. صحيح، هي خطوة، هي صحيح، هي خطوة ضمن الكثير من الخطوات. هذه الخطوة بالإضافة إلى خطوات أخرى لناحية طبعا الإصلاحات، برأيك كيف سيكون تأثيرها على الوضع الداخلي سياسيا وأمنيا أيضا في الجزائر؟ طبعاً. وعلى دعينا إذا أردت أن أتحدث بداية عن تداعيات داخلية اجتماعيا وأمنيا. التداعيات الداخلية طبعا فضاء من اللي كان استشاري ولا ينجم يقرر يقدم اقتراحات، فضاء يعني ديمقراطي اللي يسمح للمواطنين باش يكون هو صدى انشغالات المواطنين. وهذا كل ما يتحسن وضع المواطن كل ما يعني نزيد ندعم وحدة البلد وأمنه واستقراره، هذه بدون مناقشة. ودوليا وعلى الصعيد الدولي، على الصعيد الدولي يعني مرة أخرى التاريخ باش يزيد علينا حق مثل ما أعطانا حق بالنسبة لسياسة مكافحة الإرهاب وسياسة المصالحة الوطنية اللي صبحت الجزائر مرجع في هذا المجالين. التاريخ باش يبين أن الجزائر عكس ما يروج له راه يتعمق في مسارها الديمقراطي خطوة بخطوة بهدوء وطمأنينة.
السيدة سعيدة بن حبالس عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري والحائزة أيضا على جائزة الأمم المتحدة للمجتمع المدني، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ألقت القوات الأمنية التونسية القبض على خلية تكفيرية تتكون من عنصرين في محافظة القصرين، وأكدت وزارة الداخلية أنها ادعت عليهما بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ذلك في وقت عثرت فيه القوات الأمنية التونسية على 4 جثث لإرهابيين قضي عليهم في اشتباكات سابقة بين الوحدات العسكرية ومجموعة إرهابية بجبل سمامة بالقصرين، فيما تتواصل عمليات التمشيط بالمنطقة وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني بالحسن الوسلاتي. حذر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية من مخطط استعماري يسعى إلى السيطرة على مقدرات الشعب الليبي وإعادة تقسيم ليبيا ورسم خارطة للعالم العربي بغية بسط السيطرة على الثروات. وفي ندوة بشأن أفاق الحل السياسي في ليبيا وتداعياتها على دول الجوار نظمها حزب التيار الشعبي في تونس، رأى المجلس أن مبادرات دول التوق الليبي تستبعد القبائل الليبية التي تعد شريحة الأكثر تمثيلا في ليبيا وتعمل على إشراك ميليشيات مسلحة فرضت نفسها على الأرض بقوة السلاح ولا تمثيل أو امتداد لها في النسيج المجتمعي الليبي. قلنا قد اقتوت تونس بالإرهاب، اقتوت مصر بالإرهاب، ما يحدث الآن في سوريا، ما يحدث في الأمن، استباحة الأراضي العربية ليس على سواد عيوننا ولكن على مقدرات الوطن العربي على موقع استراتيجي. يا أخواننا المؤامرة كبيرة والمؤامرة أكبر إن لم نعوا ذلك. وللأسف الشديد أن لازالت وسائل الإعلام لا تتكلم على تنظيم الدولة الإسلامية. لا يوجد تنظيم دولة إسلامية، ولماذا لم يقولوا تنظيم الدولة اليهودية وتنظيم الدولة المسيحية؟ نحن اليوم الإسلام براء من هؤلاء، لأن هؤلاء تنظيمات تكفيرية غربية مجندة من موساد ومجندة من CIA لتدمير البنية العربية والهائنة بقضية كبرى وهي البوصلة الحقيقية للشعب العربي وهو الصراع العربي الصهيوني. اليوم أصبح صراع مش عربي صهيوني، أصبح اليوم ليبي مصري، مصري تونسي، وحتى في القبيلة نفسها أصبح صراع. لماذا؟ لمدخل علينا بالفتنة. ندعم المؤسسة العسكرية لأن ولاها لله ثم للوطن، قوات مسلحة غير مؤدلجة إلا بحب الوطن فقط. رؤيتنا في نعبو في 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 الشارع، نحركوا في الجموع انها تساند المؤسسه هذه ضد الميليشيات العابثه بمصير الليبيين والدوله. منح البرلمان الصومالي الثقة لرئيس الحكومة الفيدرالية الجديد بأغلبية ساحقة على أن يؤلف حكومته في غضون 30 يوما. وتواجه رئيس الحكومة الجديد تحديات عدة أبرزها الأمن والمصالحة ومعالجة الأوضاع الإنسانية. شافعي محمد. في جلسته الأولى ناقش البرلمان الصومالي مشروعا تقدم به الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو لمنح الثقة لرئيس حكومته الجديد. بحضور 231 نائبة صوت البرلمان بغالبية ساحقة لرئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير الذي أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان. حضر جلسة التصويت لمنح الثقة لرئيس الوزراء الصومالي 231 نائبا ولم يمتنع أحد عن التصويت. ويعد خير أصغر رئيس للوزراء كما أنه حديث العهد في السياسة وكان ناشطا في مجال العمل الإنساني. رغم ذلك يعقد الكثير من النواب والمواطنين آمالهم على حكومته في تحسين أوضاع البلاد المتردية أمنيا وسياسيا. نحن مسرورون اليوم، هناك فجر جديد بزغ للصومال، فبعد معاناة كبيرة نأمل أن تنتهي كل هذه المحن والمصائب والخلافات السياسية. هذه الحكومة ستحظى بتأييد الشعب الصومالي، نرجو من رئيس الحكومة الجديد أن يدير ملفات الصومال وفق ما ينسجم مع متطلبات الشعب ورغباته وأهمها تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. البرلمان منح رئيس الوزراء مهلة 30 يوما لتأليف حكومته وسط توقعات بأن تكون حكومة كفاءات يشكل المغتربون فيها رقما صعبا. بأغلبية ساحقة صوت أعضاء البرلمان الصومالي لصالح رئيس الحكومة الجديد، رئيس أمامه تحديات وملفات كثيرة. حكومة ستواجه ملفات كثيرة أبرزها الأمن والمصالحة ومعالجة الأوضاع الإنسانية، ناهيك باستكمال الدستور الصومالي
وإعادة تأهيل النظام القضائي. شافعي محمد مقدشو، الميادين. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولم يبقى إلا التذكير بعناوينها. الجيش السوري وحلفاؤه يستعيدون قلعة تدمر ويسيطرون على مركز المدينة ناريا وسط انهيار في صفوف داعش. قائد القوات الأمريكية في العراق يتوقع انهيارا مفاجئا لداعش ويتوعد بملاحقة تنظيم بعد سقوط عاصمته. الجزائر تعلن إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان. والبرلمان الصومالي يمنح رئيس الحكومة الثقة بأغلبية ساحقة. للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر زوروا صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا لطيب المتابعة.